حقيقة هو المطالبات اللي وصلتنا بهالخصوص كثيرة، نعم، وأغلبها مطالبات محترمة يعني، ومن حق الناس أنه الطالب اللجنة الأمنية والطالب المسؤولين في المحافظة في الحفاظ على الذوق العام في مسألة السباحة ومسألة يعني السياحة النهرية، وأن تكون منظمة مو عشوائية. وفعلا احنا وجهنا الجهات المعنية، الشرطة النهرية وقوات الأمنية، وجهناهم توجيه بهذا الخصوص أن ينظمون عملية السباحة في شط العرب، وما تكون عشوائية وما تكون في الأماكن الخطرة، وتكون في أماكن وأوقات محددة حتى نضمن سلامة المواطنين وسلامة أهلنا في البصرة.